السلام عليكم ورحمة الله، أعزائي الطلبة أهلا بكم. في هذا الفيديو نتناول إن شاء الله آخر مجموعة موجودة في تطبيق هوم الصفحة الرئيسية، وهي مجموعة editing تحرير. تضم مجموعة تحرير الأوامر auto sum جمع تلقائي، الأمر fill تعبئة، clear مسح، sort and filter فرز وتصفية، والأمر find and select بحث وتحديد. أول أمر موجود بمجموعة editing تحرير هو الـ AutoSum جمع تلقائي. فائدة هذا الأمر الجمع التلقائي هو إيجاد حاصل جمع مجموعة من الخلايا المحددة اللي تحتوي على أرقام، وإظهار ناتج الجمع بعد الخلايا المحددة مباشرة. فلتوضيح هذا الأمر، نأخذ مجموعة من الخلايا تحتوي على أرقام. فالغرض جمع هذه الخلايا من الخلية A2 إلى الخلية A5، يعني إيجاد جمع الخلايا A2 A3 A4 A5. بالبداية نحدد الخلايا اللي تحتوي على القيم من تبويب هوم، هذا هو المسار. من تبويب هوم مجموعة editing تحرير، نضغط على الأمر AutoSum جمع تلقائي، فيظهر ناتج الجمع بعد الخلايا المحددة مباشرة. وأيضا تظهر المعادلة في الفورمولا بار شريط الصيغة. أي معادلة بالإكسل لازم تبدي بعلامة اليساوي، وإلا راح يعاملها معاملة نص اعتيادي. بعد ذلك الدالة اللي هي دالة الجمع السم، نفتح قوس ونكتب داخل القوس نطاق الخلايا، هذه النقطتين يعني من وإلى، راح نجمع الخلايا من A2 إلى الخلية A5، يعني نطاق الخلايا A2 A3 A4 A5 يشار إلها A2 نقطتين A5. من نكتب اسم الخلية الأولى واسم الخلية الأخيرة، فيظهر ناتج الجمع بعد الخلايا المحددة مباشرة. فهذا هو فائدة الأمر AutoSum الجمع التلقائي. أما الأمر fill تعبئة، فالغرض من عنده هو تعميم نص أو قيمة موجودة في خلية محددة وتعميمها على خلايا أخرى. مثلا الرقم 1، هذا الرقم 1 أريد أعممه أو أكرره على مجموعة من الخلايا بدون كتابته، يعني الأكسل هو اللي يتولى هذه العملية. فبالبداية نحدد الخلايا المطلوب تكرار الرقم 1 بها مع الخلية اللي تحتوي على الرقم 1، ونضغط على الأمر fill من مجموعة تحرير، ونختار اتجاه التعبئة للأسفل، يمين يسار أعلى، فهنا نختار للأسفل. فحيتم تكرار الرقم 1 بكل الخلايا المختارة أو المحددة. وأيضا نستفاد من الأمر في التعبئة لإكمال سلسلة رقمية، مثلا السلسلة الرقمية 1 2، يعني مقدار الزيادة بهذه السلسلة هي 1. فبالبداية نحدد أول رقمين بهذه السلسلة حتى الأكسل يعرف مقدار الزيادة أو حتى النقصان بشقد. هنا الزيادة بمقدار 1، فنحدد هذه الخلايا. وأيضا ممكن أنه نطبق الأمر في التعبئة بالتأشير على هذا المربع الصغير الموجود بزاوية الخلية، يتحول شكل مؤشر الماوس إلى علامة الزائد باللون الأسود، ونسحب للأسفل على عدد الخلايا اللي نحتاج تعبئتها. فنلاحظ انه الاكسل كمل السلسلة الرقمية اللي هي كل خلية تزيد بمقدار 1. وايضا ممكن ان تكون مقدار الزيادة بمقدار 2، يعني يكرر الارقام الزوجية. ايضا نحدد الرقمين الاولى من هذه السلسلة، ونضغط على هذا المربع الصغير الموجود بزاوية الخلية، ونسحب الى الاسفل على عدد الخلايا المرغوبة. نلاحظ أنه هنا سلسلة الأرقام تحتوي فقط على الأرقام الزوجية، أو ممكن الزيادة بمقدار 10، ونغير هالمرة اتجاه السلسلة، يعني نخليه باتجاه اليسار. فنحدد أيضا أول رقم من السلسلة ونسحب إلى اليسار،
يتم الزيادة بكل خلية بمقدار 10. وأيضا ممكن أنه تكون التعميم حروف، يعني مو فقط أرقام، مثلا كلمة أكسل أريد نعممها على مجموعة من الخلايا، فهذا يوفر لنا الوقت. بدل ما أنه نكتب بكل خلية كلمة أكسل، نختار الأمر فيل تعبئة، بعد أن نحدد الخلايا المطلوب تكرار كلمة أكسل بها ونضغط الأمر فيل، فحيتم مباشرة تكرار كلمة الأكسل بالخلايا المحددة. أما الأمر كلير مسح، فالفائدة من هذا الأمر هو لمسح محتويات الموجودة بداخل ملف الأكسل. أما أمسح كل شيء موجود بالخلية، clear all كل المحتويات، أو clear format أمسح فقط التنسيق. مثلا نحدد خلية أو مجموعة خلايا، بهذه الخلايا هي نلاحظ الكتابة تكون باللون الأحمر، فأنا أريد أمسح تنسيقها اللي هو اللون. فمن الأمر clear أختار clear format مسح التنسيق. نلاحظ أن التنسيق اللي كان الرقم باللون الأحمر هو فقط اللي انحذف، لكن محتوى الخلية ما زال موجود. أما إذا أريد نمسح المحتويات الموجودة بهذه الخلايا مع التنسيق، فبهذه الحالة من الأمر كلير نختار كلير أول مسح الكل، راح تنمسح كل شيء موجود داخل الخلايا من تنسيقات ومحتويات. الآن ننتقل إلى الأمر سورت أند فلتر من مجموعة تحرير. الأمر سورت أند فلتر فرز وتصفية، هذا الأمر يحتوي داخله على مجموعة من الأوامر من خلاله ممكن أرتب الأرقام من الأكبر للأصغر، من الأصغر للأكبر، وأيضا ترتيب الحروف الأبجدية تصاعديا وتلازميا. فلو كانت عندي مجموعة من الأرقام وهذه الأرقام أريد أرتبها من الأكبر إلى الأصغر، ففي البداية أحدد الخلايا اللي تحتوي على الأرقام من الأمر sort and filter. أختار الأمر sort largest to smallest، يعني الترتيب من الكبير إلى الصغير، فحيتم ترتيب الأرقام من أكبر رقم إلى أصغر رقم، أو بالعكس ممكن أرتب الأرقام من الصغير smallest to largest، يعني من الأصغر إلى الأكبر. فأختار أول أمر هو sort smallest to largest، فحيتم ترتيب الأرقام من الأصغر إلى أكبر رقم. وأيضا ممكن أرتب الحروف من الـ A للـ Z أو من الـ Z إلى الـ A حسب الترتيب المرغوب. أيضا أحدد الخلايا اللي تحتوي على الحروف، ومن الأمر sort and filter أختار إما أرتبها من الـ A للـ Z، أو ممكن أرتبها من الـ Z إلى الـ A حسب الترتيب المرغوب. أيضا الأمر sort and filter يحتوي على فرز مخصص custom sort. بهذا الأمر لو كان عندي هذا الجدول اللي يضم مجموعة من أسماء الطلاب، وقسم من الطلاب بالمرحلة الأولى وقسم من عندهم بالمرحلة الثالثة، وكانوا طلاب بالمرحلة الأولى باللون الأصفر وطلاب المرحلة الثالثة باللون الأخضر، فلفرز هذه الطلاب، يعني طلاب باللون الأصفر يكونون بمجموعة على حدة، ونفرز الطلاب اللي باللون الأخضر يكونون بمجموعة على حدة. فبالبداية نحدد الخلايا اللي تحتوي على هذه البيانات، ومن الأمر sort and filter نختار custom sort فرز مخصص. ما نختار يكون السورت حسب لون الخلية، وطلاب المرحلة الأولى اللي هم باللون الأصفر يكونون بالأعلى، وأضغط أوكي. فنلاحظ تم فرز الخلايا اللي باللون الأصفر بالأعلى والخلايا اللي باللون الأخضر بالأسفل. أما إذا أردنا تصفية البيانات، يعني أريد بهذا الجدول فقط الطلاب المرحلة الأولى هو اللي يتم عرضه، فبالبداية نحدد الخلايا اللي تحتوي على البيانات، يعني نحدد الجدول بالكامل، ومن الأمر sort and filter نختار الأمر تصفية filter. تظهر أن هذه الأسهم
نضغط على السهم، نتجه للأسفل ونختار فلتر باي كلر، يعني تصفية حسب اللون. فقط الطلاب اللي باللون الأصفر هو اللي يتم عرضه. نلاحظ إنه طلاب المرحلة الثالثة انحفوا، أو نختار إنه فقط الطلاب اللي باللون الأخضر هو اللي يتم عرضه، وأيضا طلاب اللي باللون الأصفر راح يتم إخفائه. آخر أمر موجود في مجموعة editing تحرير هو الأمر find and select، بحث وتحديد. يحتوي على مجموعة من الأوامر. الأمر find شكل الناظور هو البحث، نبحث عن قيمة معينة موجودة بملف الأكسل، مثلا نبحث عن اسم علي، نضغط find all، فالأكسل راح يبحث على كل الخلايا اللي تحتوي على كلمة علي. أمر آخر هو الأمر replace. replace يعني استبدال. مثلا كل طلاب المرحلة الأولى، المرحلة الأولى كلمة الأولى أستبدلها بكلمة الثانية، وأضغط الأمر replace all استبدال الكل. فنلاحظ أنه كل طلاب المرحلة الأولى الآن أصبحوا بالمرحلة الثانية. أما الأمر go to الانتقال إلى، ففائدة هذا الأمر هو ينقلني من خلية إلى خلية أخرى موجودة داخل الملف، وأستفاد من عند هذا الأمر خصوصا إذا كانت الخلية غير معروضة على الشاشة، يعني لا تظهر على الشاشة. مثلا الخلية ذات مية، أنتقل أكتبها بهذا المربع وأضغط أوكي، فالأكسل راح يأخذني مباشرة إلى الخلية ذات مية.